دكتور دكتور، في واحد بره زي القمر زي القمر زي القمر. ايه عايز ايه يعني؟ عايز يقابل حضرتك. اسمه ايه؟ جلال. طب بصي اطلعي قولي له مشغوله جدا مش هينفع تقابلك. ولا اقول لك استنى خليه يخش خليه يخش. اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء النور. اتفضل يا جلال. طيب اتفضلي انت يا سوسن. سوسن. ماشي يا فندم. ازيك يا جلال؟ انا الحمد لله تمام. انا اسف يعني لو معطلك عن شغلك او حاجه. لا لا ابدا مفيش عطل. وبعدين ما انا ياما عطلتك عن شغلك. انا كلمتك كذا مره بس انت ما بترديش. فعلا؟ ما اخدتش بالي خالص. معلش انا اسف. كلمتك كتير قوي اخرهم من ساعه. ما انت شايف يا جلال مشغوله جدا ومش مركزه مع الموبايل خالص. كريمان هو انت زعلانه مني في حاجه؟ لا لا ابدا مش زعلانه ولا حاجه. انت عارف ان انا اعصابي تعبانه والمفروض تبقى مقدر موقفي. مش عايزه مني اي حاجه يا دكتور؟ لا يا سوسن شكرا. اي حاجه سوسن مش عايزه حاجه اتفضلي. ماشي يا دكتور. بس انا ذنبي ايه؟ انت ليه قررتي تبعدي فجاه كده؟ جلال انا هكون معاك صريحه. في حاجتين غلط بيحصلوا. اول حاجه اني ما ينفعش واحد اعرفه بقالي اسبوع 10 ايام وادخله في المشاكل اللي انت دخلت فيها دي. وتاني حاجه؟ تاني حاجه ان انا ما اتعودتش ان انا اخرج مع واحد لوحدي. واديك شايف في ناس كتير بتحاول تضرني. انا مش ناقصه. طب وليه الكلام ده كله جه فجأة؟ لا ولا فجأة ولا حاجة. أنا أول مرة خرجنا فيها مع بعض قلت ما فيهاش حاجة أي مرة وخلاص. وبعد كده الظروف هي اللي خلتنا نخرج تاني مع بعض. بص يا كريمان أنا هتكلم معاكي بصراحة من غير لف ولا دوران. أنا بحبك وعندي شعور كبير قوي واتمنى ان انا اكمل بقيه حياتي مع واحده زيك. جلال انا مش عارفه اقول لك ايه بس انا شايفه ان احنا مش المفروض نتقابل تاني. كنت فاكر ان انت عندك نفس الاحساس تجاهي. يزعل ان انا فاهم غلط. انا اسف. جلال استنى. انا اللي اسف. انا صحيح بعني كل كلمه قلتها بس انا عايزاك تفهم الموضوع صح عشان ما تفهمنيش انا غلط. خليني اخلص شغل واكلمك ونكمل كلام. ان شاء الله. احسن. مشكلة باباكي صح؟ فاكر مرة واحنا بنتكلم على الشات قلت لك ان بابا دماغه زي بتوع زمان يعني بيفكر في اسم العيلة واصلها وفصلها كمان لما يعرف انك موظف وبتقبض 5000 جنيه في الشهر هيبقى بالنسبة له سبب كافي ان هو يرفض الموضوع. انا فاهم كل الكلام ده كويس بس اللي انت ما تعرفوش بقى ان انا مقدم على الدار عايز افتح شركة يكون نشاطها كاميرات المراقبة وأجهزة المراقبة بشكل عام يعني وده بيزنس محترم جدا. إن شاء الله يعني لو ربنا كرمني كده وفتحتها خلاص هيكون مستقبلي مضمون. بلس إن أنا بفهم كويس قوي في الفيل ده وأقدر أطور فيه. أما بالنسبة بقى لموضوع العيلة ده فأنا ليا عيلة كبيرة قوي في الصعيد في أسيوط تحديدا عيلة زيدان. أي نعم أنا بقالي كتير قوي ما شفتهمش بس متأكد إن لو نزلت وقلت لهم إن أنا عايز أتجوز هيجوا يقفوا جنبي. طيب انت اول مره تقولي الكلام ده. وانا كنت اقول الكلام ده فين بس اديكي شايفه بنخش في 100 حدوته ورا بعض. ممكن لو هنخرج تاني مع بعض
يعني اطلب منك طلب ان آلي اختي تيجي تخرج معانا، عشان انا مش عايزه حد يشوفنا واحنا خارجين كده لوحدنا. انا كل اللي عايز اعرفه بس منك دلوقتي، انت عندك مشاعر ناحيتي ولا لا؟ انت تفتكر ايه؟ لا انا عايزك انت اللي تجاوبي. وانا عايزك انت اللي تجاوب، والاجابه اللي جواك هي الحقيقيه. هنا بقى هيبقى مكتبي. ها ايه رايك؟ حلو قوي، الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبتي، انت مش متخيله انا فرحان ومبسوط ازاي. مش بس عشان الشركه دي كانت حلم بالنسبه لي من زمان، لا عشان كمان دي هتبقى سبب ان باباك يوافق على جوازنا. شركه مش شركه، انا مش ممكن هكون لحد غيرك. بجد يا حبيبتي؟ طبعا، انا بس نفسي موضوع الشركه ده يتم عشان بابا يوافق على جوازنا وهو مبسوط. ده استاذ عبد التواب. الو. ايوه استاذ عبد التواب، صباح الفل. ها في اخبار سعيده؟ ايه انا معاك، بس حضرتك طمنتني وعلى اساس كده انا اخدت اجراءات. مع السلامة. في ايه يا جلال؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة يا كريمة، مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ في حاجة تخص الموضوع انا؟ لا لا خالص، قضية كده كنت رافعها عند الأستاذ عبد التواب وخسرت. أنا انت بتكذب يا جلال، بتكذب ليه؟ كريمة انا مش قادر اتكلم دلوقتي، ممكن لو سمحت نمشي؟ عشان خاطر يا هانم، انت عارفه ان دي اسرار. ازاي عايزاني اطلع اسرار العملاء بره؟ اسرار ايه يا استاذ عبد التواب وعملت ايه؟ انت عارف ان انا وجلال هنتخطب، وبعدين انت مش فاهم حالته كانت عامله ازاي النهارده. ارجوك قول لي. طب انا سبب في الموضوع ده؟ لا نهائي اطلاقا. طب احلف. شغل العيال ده يعني في ايه؟ انت عايزاني احلف على ايه بالظبط؟ تحلف انك بتقول الحق. ايه شغل العيال في كده؟ طب ما انتوا في المحكمه بتخلوا الناس تحلف عشان تقول الحقيقه. لو ده في المحكمه هانم، ارجوكي ارجوكي اعفيني من الحرج ده. انا ضميري المهني يحتم عليا اني لا افشي اسرار العملاء بتوعي. وبعدين بقى يا استاذ عبد التواب، ارجوك قول لي، انا مش هينفع اسيب جلال بيتعذب كده. طب ما تسأليه، انا مالي؟ ما انا سألته وما ردش عليا وقفل موبايله وروحني. ارجوك قول لي. استغفر الله العظيم يا رب. سامحني يا رب، سامحني يا رب. شوفي انا مضطر اقول لك عشان يمكن تقدري تساعديه. استاذ جلال كان مقدم على قرض من البنك قيمته 500,000 جنيه، والحقيقه انا كنت متاكد ان البنك هيوافق لان انا قدمت الاوراق والضمانات اللي طالبها البنك كلها. بس للاسف القرض اترفض. اترفض؟ يعني مش هينفع يعمل الشركه؟ مش دي المشكله، يا ريتها جت على قد الشركه. استاذ جلال كان جايب بضاعه من بره وكان هيدفع ثمنها بالاجل، بس اللي حصل ده خلى ما معهوش فلوس يدفع ثمن البضاعه دي. بس لو دي المشكلة أنا ممكن أسلفه فلوس. واضح يا هانم إنك حضرتك ما تعرفيش الأستاذ جلال كويس. أستاذ جلال لا يمكن يقبل الموضوع ده. ده راجل صعيدي ولا يمكن يقبل الحاجات دي. طب والحل؟ والله ما أنا عارف إيه الحل. ما أنت لو جبتيها له كده وقلت له هسلفك الفلوس دي لا يمكن هيقبلها. طب أنا عندي فكرة كويسة. تجنني طبعا، هو ده سؤال؟ الحلاوه دي؟ انا عندي بس سؤال واحد بس. هم اهل العريس اللي هم جايين صعايده دول جايين لابسين عادي يعني، ولا عمه بقى وجلاليب ستايل وكده؟ انت عارفه ابوكي محبكه حبتين. معرفش طبعا. وانا هساله اهلك جايين لابسين ايه؟ لا طبعا،
بس اصل انا قلقانه من ابوكي قوي يا كوكي. انا خايفه قوي بابا يتنك عليهم، بس والله العظيم لو عمل كده مش هكلمه تاني ابدا. لا مش هعمل كده ان شاء الله، وهتبقي جميله. حلوة على فكره يا كوكي، انا مش معترض ان اهله صعيده، في ناس في الصعيده كتير جدا محترمين، بس المهم انهم يكونوا ولاد اصول. وعلى العموم ده انا هعرفه من خلال القعده معاهم. والله بابا هو قال لي ان عيله زيدان دي عيله كبيره قوي في اسيوط. عموما هيبان. الساعه دلوقتي 7 وربع، وهم ميعادهم الساعه 7. المفروض انهم كانوا يوصلوا في ميعادهم بالظبط. خصوصا وانت عارفه ان انا ورايا ارتباطات. اتصلي بيه شوفيه وصل لغايه فين. حاضر حاضر. خير يا بابا ان شاء الله. اي جلال انتوا فين؟ ايوه حبيبتي انا على المحور. معلش اصله زحمه شويه، ربع ساعه كده ان شاء الله ونكون عندك. اعتذري لي لباباك لحد ما اجي واعتذر له بنفسي. اوكي باي باي. يلا مع السلامه. خلاص يا بابا هم على المحور، انت عارف اوقات المحور بيبقى زحمه شويه، ربع ساعه هيبقوا هنا. المفروض كانوا يعملوا حسابهم. كده كتير يا كوكي، ميعادهم الساعة 7 ودلوقتي بقت 8. اتفضلي اتصلي بيه تاني. ما انا بكلمه يا بابا بس مش بيرد، مش عارفه في ايه. معلش يا كوكي جربي مره تانيه. انا بجرب اهو بس مش بيرد، ربنا يستر ممكن يكون في ايه. خير ان شاء الله، اكيد مش سامع موبايله. خليك انت بس وراه. طيب طيب كلمه. عسل قوي كده، تهيألي كده بقى عملية فلة. ده انت المرة دي الصراحة أبدعت أبدعت أبدعت. وإيه اللي أبدعت أبدعت؟ ده بنت كريمان دي بنت هبلة، دي ساذجة زي الكتكوت بالظبط. لا 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 حاسس، حتى الكتكوت لازم تحايله علشان تعرف تكتشف. سيبك منهم يا عموم، والله العظيم تلاتة أنت نافوخك ده يوز البلد. بس أنت ما شفتنيش وأنا قدام عليها. يعني مرقوكي ارفعي عن الحرج، أنا ضميري المهني يحتم عليا إني لو مفيش أسرار العملة بتوعي. كنت فاكر نفسي عامل زي أحمد حمدي وهو عمال يقول لها يا نينا ارفعي عن الحرج يا نينا. بس أنت أكيد طبعًا كنت فك جدًا وأنت بتدعي الشرف يا عم الحرامي. إيه فك دي؟ يعني مزيف يا أبو جهل. أي والله كنت مزيف بجد، ده أنا كنت حاسس إني مكتوب على أورتي كداب وكذا مرة. أنا عايز أضحك وأمسك نفسي بالعافية وعايز أقولها يا هاني يا هاني ما هو سيدك بصي في وشي حتى أكتشف إن أنا أساسا حقير. بطلع عيني عشان يحفظ الكلمتين دول، بس عدت على خير. المهم دي آخر عملية هنعملها سوا مع بعض. يوسف البدر رشيني ده مش حد سهل، أنا مسافر كمان ساعتين كده الأردن، وأنتوا كمان لازم تختفوا شوية، أنتوا كمان معاكوا شقلة محترمة يعني. والله العظيم هنلص من بعدك يا عم. ليه ايه ده؟ واحنا مش هنشتغل مع بعض تاني كده خلاص ولا ايه؟ ايه ده؟ انتوا ناويين تتوبوا ولا ايه؟ استغفر الله العظيم، احنا مكملين. طيب طول ما انت طبال وانا زمار يبقى مسير الحي يتلقى ولا ايه؟ صح صح. يلا بينا يا رجاله. يلا كريمان إنسانة طيبة وغلبانة،
وانا بصراحه ما كانش في بالي اقلبها في اكتر من 20 30 الف جنيه في موضوع القضيه ده، بس سذاجتها بقى وطيبتها الزياده خلتها صوت سهل. بس سمين من اول ما الاكاونت بتاعها وقع في ايدي وابتديت اراقبه على طول اكتشفت انها واحده مش في بالها اي حاجه، بتنزل صور زي ما هي عايزه، كاتبه بتشتغل ايه وفين، وكل ما تعمل حاجه تكتبها على الفيسبوك. انا ايه ما اكل، انا ايه ما انام، انا زعلانه، انا مبسوطه، بركولي انا اتخطبت، للاسف انا فسخت. بصراحه مش مخبيه عنا اي حاجه. في الفتره دي كنت عملت الاكونت المضروب بتاعها وعملت له 250 فريند كلهم بلح طبعا. ابتدت رسائل التعارف اللي بيني وبين الاكونت المزيف ده. ولما قابلتها اول مره وهي فاكره طبعا انها صدفه، اكلت الطعم بمنتهى السهوله. ايه ده؟ دي مش انا. هي صحيح صورتي بس انا معرفكش ولا عمري عملت تشات معاك. حكاية سفر أبوها دي حسستني إني لازم أدخل في الجد على طول لأنها هتبقى لوحدها، وده هيسهل فكرة إنها تعتمد عليا. وظهرت شخصية أبو عمر، وأنا بصراحة استخدمت خيالي الفني عشان أخليه شخصية أسطورية، يعني حد شكله غلط بتاع مشاكل يتقلق منه بجد. كل تفاصيل شخصيته كانت تحت إشرافي. كان الأول لازم أعيشها في حالة رعب. يلا ثانية واحدة. عشان أخليها تلجأ لي بسرعة، وأعوض لها الإحساس بالأمان وأبوها مش موجود في البلد. أيوة أيوة. أيوة يا جلال. معرفش في زبطة دخلت كسرت الباز عندي. قصة ان ابوها داخل الانتخابات وسمعته تهمه قوي خلتني افكر اني لازم استغل الموضوع ده، ففكرت ادخل الجهاز بتاعها يمكن الاقي فيه اي حاجة اقدر امسكها عليها. بعت لها صورتي وانا صغير. مش انا اصلا، انا اصلا ما اتصورتش وانا صغير، مين كان يعني اللي هيصورني؟ المهم مع الصورة دي بعت لها فايل هاك كده بسيط اخترقت بيه الجهاز بتاعها، وبقيت شايف كل حاجة جواه. قعدت أتفسح في الفولدرات بتاعتها لحد ما لقيت صورها بالمايوه مع خطيبها القديم. وهنا غيرت الخطة تماما. إيه اللي يخليني يعني أقلبها في 20 30 ألف جنيه أتعب محامي؟ وأنا ممكن آخد أضعاف مبلغ زي ده. وهي دي التعديلة اللي أنا عملتها في الخطة. ونجحت نجاح منقطع النظير. اللي اسمه ابو عمر ده جالي العياده وهددني، يا اما اجيب له الفلوس يا اما هينشر الصور. طب وما كلمتنيش ليه يا بنتي؟ قلت لي اللي حصل. انت جايه دلوقتي تقولي لي اعمل اللي حصل بقى. طب يلا انا جاي لك حالا، يلا باي باي باي. كريمان حبتني قوي، وشفت حبها ليا في عينيها بيكبر كل يوم، لدرجه ان انا كمان ابتديت احبها. وساعتها كان لازم اقرر انا بحب مين اكتر، كريمان ولا الفلوس؟ طبعا الفلوس. شركة مش شركة، أنا مش ممكن هكون لحد غيرك. بما إن الفلوس تكسب طبعا. والمثل بيقول إن عشقت عشق قمر وإن سرقت تسرق جمل، فقررت إني أستفيد من الحب ده وأسرق الجمل. ده أستاذ عبد التواب. ألو. أيوة أستاذ عبد التواب. أيوة صباح الفل. فعملت الفيلم بتاع الشركة ومكالمة التليفون الغامضة مع عبد التواب المحامي. كنت متأكد إن حب كريمان ليا هيخليها تطلع تجري على عبد التواب عشان تسأله هو إيه الموضوع، وكنت واثق إنها مش هيبقى عندها أي مشكلة إنها تكبش من التل وتديني. مفهوم مفهوم. طب وإنت إيه اللي يضمنك إن بعد المكالمة هي هتيجي علينا؟ ولا حاجة، هتحاول قدامها. من واحد متفائل ومبسوط لحد منهار نفسي.
ومش هتطول مني ولا حق ولا بطل ومش هتعرف ايه اللي جوه. ساعتها بقى اقول لها انا عايز اروح وبعد كده هقفل تليفون. هي بقى تجري على الحد اللي عنده المعلومه. مين بقى؟ انت. طب وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ عبد التواب هيذلها شويه وبعد كده هديها المعلومه وهي اكيد هتقول له اسلفه او اديله فلوس. طبعا هو يقول لها لا ما ينفعش ده راجل سعيد اتشهد. طب افرض ما عملتش اي حاجه من اللي انت بتقولها دي؟ انا واثق انها هتعمل كل ده. مشاعرها الانثويه هتسوقها لكده. ولو ما عملتش كده انا عندي الخطه البديله. فاهم؟ طب والحل؟ ممكن نلفها له من بعيد. حضرتك تحطي له الفلوس دي في البنك وانا افهمه ان انا ليا ناس مهمين في البنك واني كلمتهم ووافوا انهم يدوا له القرض ده، والفلوس اللي في الحساب دي فلوس من البنك مش من اي حد تاني، وبالطريقه دي يقدر يعمل الشركه ويتقدم لك وتتجوزوا وتتبسطوا. والله فكره حلوه. يلا انا موافقه. على خيرة الله. عبد التواب بصراحة عمل دوره 10/10 ودي الحركة اللي خلتنا سامحه على أغبى حاجة عملها. وعلى فكرة عبد التواب ده مش اسمه، اسمه الحقيقي وائل. وأكيد لو كنا سيبنا اسمه كده كنا اتكشفنا. هو مش معقول يعني واحد شكله كده ويبقى اسمه وائل. رخر أبو عمر ده اسمه وليد. أسماء بصراحة كده كبرها تاخدها وتروح بيها الملاهي. بس في اعتراف أنا لازم أقوله، ما انكرش إني في لحظة فكرت ليه ما أكملش معاها وأتجوزها وأعمل فعلا شركة وأعيش حياتي طبيعي مع إنسانة ممكن أحبها. بس بصراحة ده كان هيبقى مخاطرة كبيرة جدا. أنا لا ليا أهل في الصعيد ولا عرف لي أهل أصلاً.